السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد مع أختكم نادية. كما راكم تشوفوا دائما كما عودتكم دائما من سطح بيتي كي تشوفوني نصور في لاتيغاس صافي دي غادي ندير معكم جولة مع النباتات إن شاء الله تعجبكم وإن شاء الله يكون هذا الفيديو يكون عنده قبول وإن شاء الله مرحبا بكم. هذا ما نقول يلا مرحبا بكم وجولة ممتعة في مساء هذا اليوم المبارك. اقعدوا معايا مشاهدة ممتعة. هادي توجور هاد النبتة اللي هنا كنا كي حولتها شوفوا كي ولات بدات تكبر. تعقلوا عليها كانت غي شوية صغيرة هكا الوغ بدات تكبر غي بيتيتا بيتي راكم تشوفوا ما شاء الله جميلة جدا هاد النبتة. تنساوليش اللي دخل دروك يخلي لي اعجاب للفيديو والاشتراك بعد مشاهدة الفيديو طبعا نصف المدة ديروا لي اشتراك وخلوا تعليق محفز لنا نحن المبتدئين. لو فوالا كما راكم تشوفوا راني في المساء والاجواء راهي ما شاء الله. شوفوا تنبت النبت راه مزهر هنا عندي الوغ عندي ما نقول مشاهدة طيبة. الأمطار كي طاحت فيها تراب وفيها السابل. شوفوا هنايا دائما غادي هنا نوريكم واحد شوف تعقلوا هاد اللي كان فيها مرض البق الدقيقي تعقلوا جيلي كوبي هاد لو بتي بو هاد الفوكاني أيا شوفوا مما صابت النوم تاعها منا شوفوا راه يطلق لي في هاد اللي بيبي تاوعها هادو قاع حدي بيبي. شوف راكم تشوفوا هادو قاع غادي يخرجوا براحم صغار ما شاء الله. اللي يبغي يكثر من هاد الايونيوم يسيفيكو تقلعوا غير هاد القبعه هاد الفوقانيه منها هي وهي غادي تكبر لكم وغادي تطلق لكم الفروع من بزاف الاتجاهات. ما شاء الله الحباق كي راه داير شويه مكبره الصوره سمحوا لي غادي نطلع هنايا في هاد البلاصه هنا ونصور لكم النباتات كي راهي. شوفوا هذا الحبق وهذه نبته هذيك اللي راهي دير لي في الزهره. شوفوا كنت نديكم من هنا نوري لكم النبته والزهره اللي راهي تفتح هنايا. شوفوا باقه من الازهار شوفوا ما شاء الله الحبق وهذه احنا نقولوا لها القروفله والحريق هنا ماهيش بلاستيك يا مسيو الحريق. غادي نقلعوا غدا ان شاء الله غادي ندير معكم الروتين غادي نقلع كاع هاد لوبو هذا ونحطو في الارض ونوريكم المراحل لازم نقلعو كاع منو هاد الحشيش هكا ومنخلوهش يدينا الماء. راكم تشوفو هادو كاع يدو كشغل يسرقولو الماء ما تعرفو رانا في موسم الجفاف. الله يجعل ربي يحلم فينا ويحلم في النباتات هذا ما نقولو. ان شاء الله يعجبكم الفيديو. هذه ملكة الصنوبر مسكينة كي راهي دايره. ملي تاني شوفو هنايا الجو راه ايديال شباب هكا الواحد يخرج يصور هنا هكا ونشارك معاكم نباتاتي بالرغم من انها قليلة بصح تفرحني. فوالا غادي تاني شوفوا هذا قلت لكم هذا ما شاء الله غادي يدير غادي كاع يزهر ضربه واحده. شوفوا هنا تاني هذه شوفوا ما شاء الله
هذا راه غير الحباق هنايا، بصح كاين لكم شحال من انواع هنايا، كاين هذا البنفسجي، كاين هذا اللي الريحه تاعو قاطعه، وانا هذا البيض كما راكم تشوفوا شو كان يعطي جمال للبول والتراب. هذا النبته كذلك راهي تزهر، شوفوا ما شاء الله. هذه غدوه باذن الله تعالى صباح نصيبها ان شاء الله، نصيبها مزهره هذا النبات. وسي يعني متمنية برك يكون تنوع بزاف الالوان هنايا تاع الزهرات تاع الازهار هادو، حتى انا كي غرستهم كاع خلطتهم وغرست. شوفوا نباته مكي حلاوه سي، كي راه شباب ندير له الضو هكا باش يبان. و فوالا شوفوا ما شاء الله نبته ولا اروع، تولي تبري سبحان الله العظيم، ونديري فضه. قلت لكم بلي رانا مع المغرب هكا راكم تشوفوا، من احسن ما نديرش الضو صح. لا هذيك لا لوميير اوسي سي بو، شوفوا اللي كنت ملهي وريت لكم هذه الزهره، شوفوا ما تاني، شوفوا مسكينه الحبق تاني راه ما شاء الله، راني سامحه فيه برك مسكين مانيش نسقيه دائما. شوفوا هذه تاني توجور الزهر، هذه شجره سيرو الايطالي، شكرا يا شابه وكبرت نباتات قليله وتعطيني راحة نفسية وطاقة إيجابية. ننصحكم نتوما تاني ديروا الركن الأخضر لكم عندكم في الدار. شو قلت لكم هذا لوبو هذا غادي قاع يتحمر إن شاء الله، نزيد نغرس منه ونديرو في بو واحد آخر. اللي وصل لدربك وما داش اشتراك ما ينسانيش بالاشتراك تفعيل الجرس ليصله كل جديد القناة. المهم هذا هو الفيديو، هذا هو الموضوع اللي تاع الفيديو اللي بغيت نقتسمه معاكم في هذا المغرب هكا. ان شاء الله يعجبكم وان شاء الله ترضاو عليا وترضاو على التصوير كما دائما نقولها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.